سلطاني، أعتقد أن هذه الوثائق التي طلبتها. نعم، كما توقعنا تماما. أرسل الألمان أسلحة قليلة أولا، لكن زادوا الشحن فيما بعد. قذائف كروب وبنادق موزر. أحسنت يا بني. يا باشا، تعلم ما ستفعله. أحسنت، هذه الوثيقة ستغير السياسة العالمية. لن توجد دول تتحد للاستعمار، بل الدول الآن ستحارب بعضها. أحسنت يا بني، نظام الاستعمار الآن سيتعرض للضعف. إن شاء الله سلطاني. قل يا بني. سلطاني، لو أتعقب زخاروف هذا. لماذا؟ قد يكون يعرف أشياء أخرى بشأن الحرب. لو أحضره ونحقق معه. بني، السياسة ميزان حساس. قد تعرف طبيعة الرجل لكن لا تلمس. ليس لأن لمسه صعب، بل لأن موته لا يناسبك، لأنه إن مات فسيحل أحد مكانه، وستفقد الوقت في التعرف على خلفه. يعني يا عمر أفندي، العدو الذي تعرفه أولى من العدو الذي لا تعرفه. ثم إنك تأخذ من العدو وثائق تنفعك أحيانا. مع السلامة بني. تفضل سلطاني. لا تلاحق زخاروف، قمت بعملك وانتهى. تعالي إلى هنا، تعالي، لا تخافي. تفضل. أنا أعرفك حق المعرفة أسماء. من أين تعرفني؟ سارة، أنت عملت لصالح سارة. أنت من أعطيت مليكة السم بداخل تلك المرآة بأمر من سارة. لكن سيدي، كذب، هذا كذب. لا تخافي، نحن معا في هذا. لي بعض المطالب منك الآن. فكري بأن القوة التي خلف سارة هي من تطلبها. إن كنت تعرفني فأنت تعلم ما يمكنني فعله. ماذا أقدم لك؟ أعطي هذا للسلطانة سنيحة. خذي، في العاشرة تماما ستجلبين بدار عبد القادر إلى المطبخ بشكل ما. قولي لهم هذا. الرجل الذي سيأتي منا سيعمل في مطبخ القصر يا سيد هيرتزل. آمل أن ينفعنا. أنا واثق أنه من تبحث عنه. هذا هو أخونا الذي حدثتك عنه سيد هيرتزل. مصافحتك شرف كبير يا سيد تيودور هيرتزل. اسمك أمل بالنسبة لنا. شكرا جزيلا، سنتكلم بهذا مطولا. لكن أولا الموضوع الذي أريده منك. أبي، هل ستستطيع إيجاد مكانه؟ لا تقلق أبدا، سأبحث عنه وأجد مكانه بسهولة. يخرج من القصر أطعمة في رأس السنة لليهود، صحيح؟ نعم، ستؤخذ إلى أبيك أيضا. سوف نجده. هل تسمحين لي؟ بالتأكيد. أمامك مرآة مكسورة، لما لا تنظرين يا حسنة؟ انظري إلى عيوني،
عيوني التي سرقتك وسجنتك داخلها، وشاهدي نفسك ولتذكرك هذه العيون بجمالك. تكلمي، لكن دون أن تقولي كلاما. اشرحي بقلبك، فوالله لا أريد غير صوت قلبك شريكا وصديقا ورفيقا. عمر، القدر وضع طريقا أمامي، وفي نهايته تعرفت على السلطان الذي ينتظرني. قال لي لا تتخلف عن خدمة دولتك، فلم أتخلف. وضعت روحي على المحك، لم أهرب من الحرب. لكنه في يوم قال لي كلاما جعلني أتوه عن وجهتي. قال سيكون حبك الوحيد دينك، ولن يكون في قلبك حبيبة سوى دولتك. قال لي لا تسمح بغير هذا، لكني لا أستطيع الحفاظ على قلبي. روحي ترتجف كلما رأيتك. ما هذا الخفقان؟ هل هو حماس أم هو عشق؟ لا أعرف ما هذا، لكن والله لا يمكنني مجابهته. إن تفطرت السماوات فلتتفطر، والكون إن كان سينقلب فلينقلب. فأي قيامة أسوأ من شوق قلبي إليك؟ حسنا، أنا أكثر إنسان محظوظ في الدنيا لأنني عرفتك. أنت كنت نفسا لي، كنت روحا لي، يشهد الله علي أني لن أتركك ما لم يأتي الأجل. عمر، كيف حالك هرام أفندي؟ هل لديك طلب أو مشكلة؟ أنت ما زلت تعاملني معاملة البشر يا باشا، لست معتادا على أشياء كهذه. لماذا لا تقدر النعمة التي منحها الله لك؟ لماذا تعبث بها؟ ألست شخصا آثما وحقيرا وسافلا بالنسبة إليكم يا باشا؟ الإثم سيء، وهو فقط ما يحتقر ويدان. أما الآثم فهو مسكين قد سحق تحت أدران الإثم. إنه أمر محزن. أنت طليق هرام أفندي، بإمكانك الذهاب حيث تشاء، لكن لا تنسى الاتفاق الذي عقدناه. في هذه الحياة يهمني شيء وحيد وهو انتقامي، لا يعنيني أي شيء سواه أبدا. اجلب الشيء الذي نريده وخذ الشيء الذي تريده. سارة أين هي؟ في الخارج، لم تعد بيدنا. سأذهب إلى سارة وسأجلب أسرارها إليكم. حينها ستعرف مكان الرجل الذي تريده منا.
عندما أمسك بذلك القدر وعندما أعاقبه، حينها يمكنني أن أعود إنسانا، حينها يمكنني أن أرتبط حتى بعبد الحميد الذي مكنني من انتقامي. من لا يكون عبدا لله لا يمكن أن يكون مخلصا مع عباده. من يدري يا باشا. تفضل. عمر أفندي. سمو الأمير. تعلم أنك لا تملك احتمالا في موضوع حسناء، أليس كذلك؟ قيل يا سمو الأمير، الحب متحرر من الاحتمال. أنا أمير يا عمر أفندي، دم السلاطين العثمانيين يجول في شراييني، وإن أردت حسناء هل سيبقى لك احتمال؟ سمو الأمير، نعم، أجدادك أصبحوا خدام هذه الدولة وأصبحوا سلاطينها، لكن لا تنسى هذا، الدم، القرابة، هذه الأشياء لا حكم لها أمام الحقيقة. ماذا تقصد؟ أقصد التالي، احمل الدم الذي تشاء، الدم الذي بداخلك أحمر مثل دمي. رأيت الاحترام في هذا القصر، ورأيت رجالا حاولوا اغتيال السلطان يا سمو الأمير. تكلم بصراحة، ألا تقول إنه توجد قرابة ويوجد دم؟ ذلك المنحط محمود باشا رأيته يطلق على ذراعه في ساحة الاغتيال. هناك قرابة وهناك خيانة. إن لم تستطع أن تصبح أميراً حقيقياً فلن يكون لك قيمة في نظر سلطاننا يا سمو الأمير. سيدي، هناك اسم يهودي آخر في القائمة. وما أدراك أن هناك اسما آخر؟ لم نرسل له السنة الماضية أيضا. عندما كنت أتجول في السوق الكبير رآني وذكرني، قال الأطعمة التي تأتي من السلطان تكون مختلفة، أصر كثيرا. حسنا، خذ وابحث عنه. حسنا. يعقوب، يعقوب، يعقوب هيرتزل، الشارع الصغير، البيت الثاني، يخفونك في هذا العنوان إذن. ادخل، ادخل. ابنك صباح الدين بيدي، ستأتي عربة خاصة هذه الليلة، هربي محمود باشا وإلا سيموت ابنك. صباح الدين. زينب، أين أنت يا زينب؟ زينب، أه
آه يا زينب، آه يا أختي. لقد ذهبت، ذهبت زينب بسببك. ماذا يحصل؟ اهدأ يا هذا، إلى أين ذهبت؟ إلى قونيا، إلى بيت خالتي. ذهبت نهائيا. دعها قليلا، إن لم تأتي تذهب وتأخذها. قل لي ما أمر هذه الألبسة يا أخي؟ وأنت ما شأنك؟ انظر إلي، تتجول مع الكلب والثعلب، هل هذا هو العمل؟ أخي هل سأسألك؟ أنا ممتن من عملي. انظر يا يوسف، الرجل غير ميمون. أوروبا ستشن حربا ضدنا وهذا الرجل يعمل معهم. همك معي أنا، وجدت عملا جيدا وقومت مساري، وتريد التخريب علي صحيح؟ ها؟ الصبر يا رب. انظر، سأجد الرجل وأجعله يتكلم، وأنت سترى حينها مع من تعمل. لن يحصل شيء كهذا. اذهب وتكلم مع ابنة القصر، اذهب إليها، قل لذلك الرجل بحوزة وثائقه وثيقة الأسلحة التي باعها للمستعمرات الإنجليزية باسم الألمان. قبل أن يشرح رودولف المسألة، سأشرحها لك يا تحسين باشا. الوثيقة التي أرسلناها إلى الإنجليز والألمان، والتي تثبت بأن الألمان يقدمون مساعدات أسلحة للأفارقة الجنوبيين، أفسدت العلاقة بين الدولتين، أليس كذلك؟ شن الإنجليز حربا دبلوماسية سلطاني، كما نريد بالضبط يا تحسين باشا. وأرسلك الإمبراطور الألماني إلى هنا لتقول إن دخل الإنجليز الحرب فسوف يدخلها الألمان أيضا، صحيح؟ بالضبط هكذا، صحيح. وقال الإمبراطور فيلهلم يمكنه إعلان هذا خلال أقصر وقت. أصبحنا أصدقاء الآن، لكن لا أريد منه الإعلان في هذا الوقت. حين يدخل الإنجليز معنا إلى الحرب سينزل الألمان إلى الساحة. صدقني أنا أكثر من فرح لقرار إمبراطورنا هذا في عمل السكة الحديدية وتجارة الأسلحة كذلك. سنقبل كل شيء. سرع العمل حالا. أمرك يا جلالة السلطان. سنيحة عزيزتي، سنيح. هل هناك شيء بشع آخر سوى أن يبصق الإنسان في كل ساعة من اليوم على وجه أبيه وأمه؟ أيمكن أن يكون هناك شيء بشع كهذا؟ يوجد محمود، يوجد. عمل الإنسان مع الأجانب ضد دولته شيء بشع لهذه الدرجة محمود؟ من الذي قتل عبد العزيز سنيحة؟ الإنجليز. حسنا، ومن جعل أخاك السلطان مراد يعتلي العرش يا عزيزتي؟ الإنجليز. لولا مساعدة الإنجليز هل كنا نستطيع الإقدام على جعل أخيك مراد يعتلي العرش؟ لم أخذ المساعدة من أحد. لا تفعلي يا سنيحة، لا تفعلي. أنا وأنت لم ندعو أخاك مراد إلى الطعام تلك الليلة، بل دعوناه إلى العرش. لولا مساعدة الإنجليز هل كان يمكن أن نقدم على شيء كهذا؟ تعلمين هذا، لكنك تتصرفين وكأنك لا تعلمين. أصمت يا محمود، أصمت. لا يوجد لا غطاء ولا شريك لجريمتك. أساساً ستذهب إلى حبل المشنقة. أترك كثرة الكلام ودعنا نرى ما سنفعله. فليمت محمود وسوف يرتاح الجميع. أنا لا أفكر بك ولا بي بعد هذا الوقت يا محمود. همي الوحيد صباح الدين. صباح الدين؟
ماذا حصل لصباح الدين؟ أصدقاؤك الإنجليز قد اختطفوا ابننا صباح الدين، والآن يريدونك أنت. يا لهؤلاء الكفار، يا للحقراء عديمي الشرف هؤلاء. دع الكذب يا محمود، دعك من هذا. حتى وإن قطعوا ابنك أمام عينيك لن تقطع روابطك القلبية معهم، لقد أخذوا عقلك وروحك وقلبك. حسنا أصمت الآن، أغلق فمك هذا واسمع ما سأقوله. في الساعة العاشرة ستسقط الشمعدان الذي هنا وتنشب حريقا، هل هذا مفهوم؟ سأخرج عبد القادر من غرفته خلال ذلك، وأنت سوف تدخل إلى غرفته وتنزل من الممر الذي يخرج من الأنفاق. سيكون الإنجليز بانتظارك في الميناء. ماذا قل؟ سنيحة، سألتزم بترتيبك هذا، سألتزم به وسأنشب حريقا، ولكن إن نسيتموني في هذه الغرفة سأحترق هنا شيئا فشيئا وأموت. لا تقلق، لن تحترق محمود، الجنود أمام الباب سيخرجونك من هنا. هل يسير ترتيبك هذا برأيك؟ إلى أن أخرجك من هنا بالتأكيد سيسير، إن لم ينجز عبد القادر تلك الصورة التي بيده ويوصلها إلى سلطاننا. هيا إن شاء الله عزيزتي سنيحة. افعل ما قلته يا محمود. آه يا صباح الدين، أنت تطيل الأمر فقط، ترتيبك هذا لن يفيد والدك أبدا، أنا سأنتصر في النهاية. أخبرني لأعلم، ما هي تلك المسألة المهمة؟ عمر، يوجد بحوزته بعض الوثائق العائدة لك تتعلق بتجارتك بالأسلحة، قال إنك تبيع أسلحة ضد الإنجليز باسم الألمان، وأنك تعمل مع الأوروبيين وما شابه. إنه فتى محنك، ولكن صديقك يرى حلما. أنا تاجر مرتبط بسلطاننا، قل لصديقك فليأتي لكي يراني ويتعرف علي. لا أظنه سيود القدوم، فهو محتاط الآن، وأساسا أنا لا أريده أن يتأذى. لا أحد يأتيه الأذى منا، لكن طالما تقول حيطة أنا سأكون في الميناء ليلا، مساء سوف أغادر العاصمة بسفينة، الميناء مزدحم، فليأتي إلى هناك لنتكلم. حسنا سأتكلم مع عمر. عمر هذا سيأتي بنهايتي بما يعرفه، يجب علينا إقناعه. أنت اذهب ورتب الميناء كما يجب. جلالة السلطان عبد الحميد خان المظفر دائما. تفضلوا. أكلوا خبز دولتنا وخبز أمتنا، أمنوا على دعاء أمهاتنا المسنات وهن يقولن يا الله احفظ أبناءنا، فصدقهم الناس وأبدوا لهم الاحترام. لقد اعتقلوا جميعا هذا الصباح وطهرت دولتنا منهم، لكن الخونة لا ينتهون، الغدار ينتظر أن ندير ظهرنا،
والجبان يترقب أن نخلد في النوم. اعتبارا من هذا الوقت سيكون قلبنا يقظا وعيننا مفتوحة. سلطاني، الإنجليزي والإيطالي والفرنسي والروسي يحملون علينا من كافة الأجنحة، يريدون كتم أنفاسنا. لا أفهم سلطاني، لماذا؟ لنؤكد مرة أخرى يا باشا، كل خطوة يخطونها وكل كلمة يقولونها وكل قرار يتخذونه له معنى واحد فقط. يقولون لنا لا تهتموا بالعالم الإسلامي، لا تهتموا بهموم المسلمين وبهموم المظلومين، فإن أبيتم فلا راحة لكم ولنا. قولوا الآن، الذين يرمون إخوتهم في النار من أجل راحتهم، والذين ينضمون إلى الذل من أجل المتعة، كيف سيستطيعون النظر إلى وجه النبي يوم المحشر؟ هل هذه حياة؟ وهل هذا عيش؟ نفس تزهق بكرامة وشرف أليست أولى من حياة بلا كرامة ولا شرف؟ وعودهم المزيفة وفردوسهم المزعوم لا أبادلها بدمعة المظلوم. كان هكذا البارحة واليوم وغدا سيكون كذلك بإذن الله تعالى، ليعلم كل العالم إن بقيت الدولة العثمانية قائمة فهناك أمل. نار هذا الأمل التي تقهرهم لن يستطيعوا الراحة قبل القضاء على هذا الأمل. فليعلن الجميع للعالم أننا سنبقى على أقدامنا رغما عن أنوف هؤلاء الكفار، وطالما أننا موجودون سنبقى حضن يلجأ إليه المظلومون ويلجأ إليه اليتامى. إن نحن قمنا بوظيفتنا هذه ليست الدول السبع بل الكون كله لن يقف أمامنا ولن يطفئ النار التي بداخلنا. من لا يملكون الطاقة ولا يمكنهم الوقوف بيننا. لقد جاءنا خبر، نحن سنقيم هذا الخبر وسنتخذ القرار. تحسين باشا سيقطع الرؤوس باسمي. إلى أن نتخذ هذا القرار لن يدخل أحد من الخارج إلى هذه الغرفة ولن يخرج منها أحد. ما هو الخبر سلطاني؟ سيهاجموننا يا باشا. أدخل. سلطانتي، السلطانة سنيحة تنتظرك في المطبخ في مخزن المؤونة. ولماذا هي هناك؟ لا أعرف السبب سلطانتي. حسناً أخرجي. لا تقلق أبداً، سنحل الأمر، لا تقلق. مع السلامة. مع السلامة. تكلمت مع زخروف. جيد، أين أجده؟ سنذهب معاً. تسأله ما لديك من أسئلة. ما أخبرتني به لم يكن صحيحاً أبداً. ما الذي تعرفه عن ذلك الثعلب أخي؟ دخلت بضع قروش إلى جيبك وأعمت عينيك؟ حسناً، لا تطل، هيا. أنا سأذهب لوحدي، أنت قل لي مكانه. إلى الميناء، ستنطلق سفينته في العاشرة، سيتكلم معك ويغادر.
رؤيتك أيضا جميلة سيد كارسو. هل أنت بخير؟ سارة ماتت. إياك أن تسأل. هل تنتظر أن أغلق فمي بعد سماع هذا؟ كيف يعني؟ كيف ماتت؟ عبد الحميد قتلها. ماذا تفعل بأغراضها؟ أحاول أن أجمع كل شيء تركته سارة خلفها. كانت مثيرة للاهتمام، وكان لديها أسرار أغلى من ألبستها أيضا. سأجمع جميع أسرارها حيث وجدت واحدا تلو الآخر يا هرام. كانت تعرف أشياء عني أيضا، لا تقلق. سوف نأخذ أسرار وانتقام سارة هدايا معا. ادخل. سيد يعقوب، بمناسبة رأس السنة اليهودي أرسل لك سلطاننا أطعمة كالتفاح واليقطين والكراث، وقال لي أن أهنئك بهذا اليوم بأجمل الأمنيات. عبد الحميد سلطان ليس بجسمه بل بشخصيته الطيبة، أرسل إليه شكري رجاء. موظف القصر من سيعطيك الأطعمة، هل يجلبها؟ ليأتي ليأتي. رأيت الأطعمة ولم تنظر إلى وجهي. كم أنت طماع يا أبي. تيو، شكرا لك. هل لك أمر آخر سلطانتي؟ هل رأيت المشرفة أسماء؟ لا سلطانتي، لا تخرج من غرفتها. هل لديك طلب آخر؟ لا، يمكنك الخروج. يا إلهي، أخبري الحكيمات. أسماء! سلطانتي! أسماء! سلطانتي! أسماء! السلطانة لدي، أسرعوا! أنت ماذا تفعل هنا؟ أرسلت خبرا لآتي إلى هنا. لا، أنا لم أرسل. أتت المشرفة أسماء وقالت السلطانة تنتظرني هنا، تسعى وراء ترتيب جديد. لا يهم يا أمي، أساسا كنت سآتي إليك. طبعت الصورة من جديد، حانت نهاية لعبتهم أخيرا. أعرفكم إلى أبي الغالي جدا، يعقوب هيرتزل، يهودي عظيم استطاع كسب ثقة عبد الحميد. ماذا تقصد بالثقة؟ ما هي هذه الثقة؟ لدرجة يدخل إلى حجرة نجارته ويلتقي به شخصيا.
إن هذا أمر غريب حقا. السيد هيرتزل عندما أتى وطلب المساعدة مني في فيينا كان بحالة مزرية، من الواضح أن عبد الحميد جعله رجلا. لم أستطع أبدا فهم عداوتكم لشخص مثل السلطان عبد الحميد، إنه رجل عظيم جدا. تيو، أعرف ما تريد فعله حق المعرفة، ولكن والدك هذا لن ينفعنا أبدا. الكل لديه نقطة ضعف، ونقطة ضعف أبي هي أمي. الآن سيرفض يعقوب هيرتزل قتل عبد الحميد الذي كسب ثقته، وسيذهب قاتلنا هيرام لقتل أمي. صحيح، هل سأتحمل هذا؟ لا، لن تستطيع تيو، لن تستطيع. سيد يعقوب، برأيي أنت سوف تقتل، ومن أجل كل البشرية، السلطان عبد الحميد، من أجل تيو، ومن أجل والدة تيو، ومن أجلك أنت. أنت ستدخل حجرة جارة عبد الحميد، وسيصبح العالم مكانا مختلفا كليا، وعبد الحميد سيدخل إلى القبر. حان الوقت. المزيد من الورق. هذه. هذا هو الوضع وهذا هو الحال. متحرينا في اليونان يقول إنهم سيهاجمون أحد مخافرنا. هل عرف أي مخفر يكون لنأخذ التدابير؟ للأسف يا باشا. أنتم قولوا يا باشوات، ماذا نفعل إن هاجمنا اليونان؟ تفضلوا. سلطاني، أرى ألا ندخل الحرب ولنذهب في طريق السلام. كلام الباشا صحيح، لا داعي للحرب. يجب الحفاظ على عزة دولتنا، قد نخسر، الأفضل ألا نحارب. سلطاني، أخشى أن تكون هناك قوى أخرى خلف اليونان، إن دخلنا في الحرب ستكون خسارتنا ثقيلة. نحن دولة العثمانية، هل سنهرب؟ هل سنتركهم يهاجموننا؟ وهل سنقف هكذا؟ لن نسكت، ولكن إن دخلنا الحرب بسبب مسائل دبلوماسية قد تقع دولتنا في مصاعب. القناعة العامة تقول ألا ندخل، صحيح؟ أين سنلتقي؟ لابد أن نجده هنا. أعطني سلاحك. تراجع يا هذا. عمر، أعطني سلاحك. إنه أمر السيد زخاروف، السلاح ممنوع. حسنا يا أخي، حسنا حسنا، أعطني سلاحك، أعطني. حسنا، السلاح معي. أنا هنا.
محمود، ستكون هناك عربة بانتظارك وهي تعرف إلى أين ستذهبون. سنيحة. لو تأتين أنت أيضا معي، مهما حصل بيننا في النتيجة أنت زوجتي، أنت خزينتي، أنت شمسي. لو تأتين معي. لا أستطيع محمود، انسى هذا. هيا مع السلامة. ألا يوجد أحد؟ أنا الأمير عبد القادر، افتحوا الباب. أمي، هل أنت بخير؟ عبد القادر. أسطورة. كيف سنخرج من هنا عبد القادر؟ قلت افتحوا الباب، أنا الأمير عبد القادر، هيا افتحوا الباب. أعطني الصورة. يريدون الصورة يا عبد القادر. لا. يريدون الصورة. لا يا أمي لا. أعطيني الصورة. أنا الأمير عبد القادر، افتح الباب حالا. أمي افتح الباب. أعطيني الصورة. أعطوني الصورة. أعطه الصورة يا بني، سنموت. أعطه الصورة. هيا أعطه. هيا خذها، افتح الباب. أخبرنا أين أصل الصورة. في الغرفة الحمراء، افتح الباب. أمي أمي. احمينا يا رب، كدنا نختنق. ليحدئن الجميع، الحريق في غرفتين أو ثلاثة فقط. يا رب. إن شاء الله سيتم إطفاؤه، نشب في حجرة هذا الحرم فقط، لا تقلق. أختي، يا إلهي احمنا يا رب. هل أنت بخير؟ أجل الحمد لله. احمنا يا رب. هل رأيت أمي؟ لا سيدتي. انظري أنت أيضا. حسنا. هل أنت بخير؟ هل الجميع بخير؟ الحمد لله الجميع. هل رأيتم السلطانة بخير؟ لا سيدتي. سيدتي. لا سيدتي. الحمد لله. هل رأيتم السلطانة بدار؟ لا سيدي. أين هذا الرجل؟ السفينة في العاشرة، أتينا باكرا قليلا. أخي يوسف، كيف حالك؟ من أنت؟ من سيكون؟ لابد أنه أحد أصدقائك الثعالب. تعال أخي إسماعيل هنا. يا يوسف، عندما ينتهي الأمر أعرف كيف سأجعلك رجلا. السلام عليكم. وعليكم. مرحبا السلام. بك. دمت سالمة يا عاصمة. ربما أنا أذهب كهارب اليوم، لكني سأعود إليك، سأعود إليك كبطل قريبا جدا. وأنت، أنت ستستقبلينني بالتصفيق، ستستقبلينني بالأزهار وبالهتافات. يا عربجي، أنت إنسان مسكين تسعى وراء لقمة عيشك، الشيء الوحيد الذي يهمك هو هل هطل المطر؟ وهل هبت الرياح والعواصف؟ هل الطريق سالك أم لا؟ ماذا عني؟
عبئي أثقل من عبئك بكثير يا عربجي، أثقل بكثير. أنا أعشق الدولة وأحب هذه الأمة. دخلت في حرب كبيرة جدا من أجل الحضارة. اهتم بلقمة عيشك، فأنا أحارب من أجلك أيضا. تقولون ألا نحارب، وماذا سنفعل إنهم طلبوا العاصمة منا؟ هل سنعطيهم؟ لنقل إنهم طلبوا آيا صوفيا، نهديهم إياه؟ أنت محق سلطاني، لكن حين نشن حربا على اليونان لن يقف الإنجليز والروس. لقد كبلت ذراعي الدولتين، ألا تريدون الحرب؟ أنا بجانب السلام سلطاني. ألا تعرفون معنى الحيطة قبل قدوم الحريق؟ أريد اتخاذ هذا القرار معكم، أستشيركم لكي تتخذ الدولة قرار الحرب وليس أنا. ولكن ربما في هذه الساعة هاجم اليونانيون أحد مخافرنا، ونحن ما زلنا نتناقش حول الحرب هنا، وما زال يوجد بيننا من يرى أن لا ندخل. قدك المياس يا عمري يا غصين البال كاليسري، أنت أغلى الناس في نظري، جل من سواك يا قمري. هناك مداهمة، نار، احتموه. اذهب أخبر العاصمة فورا. عمر، توقف، تكلم من هنا. هيا اشرح أيها الشاب، أنا أسمعك. لم أتي لأشرح بل لكي أسأل. اسأل، لكن قلت لصديقك إنك تملك وثيقة لي، ما هي هذه الوثيقة؟ أعطني الوثائق المتعلقة بحرب اليونان وأنا سأعطيك تلك الوثيقة. ما الذي تعرفه؟ الأسلحة التي بعتها لليونانيين. أنا تاجر، أبيع الأسلحة للجميع، إن لم تكن هناك وثيقة فلا مساومة. أنت سوف تقول أين أنزلت تلك الأسلحة. ليبقى ما تعرفه معك أيها الشاب. مع السلامة يوسف. سلمت. عمر، عمر، فخ، إنه فخ. إلى الكوخ يا عمر، إلى اليسار بسرعة. يوسف، إن كنت تريد العيش يجب عليك أن تقتل عمر. عمر، إن تكلم بإمكانك أن تعيش. ماذا سنفعل؟
أخي، إن أمسك هؤلاء بي سيهددني الرجل بقتلك ويجعلني أتكلم. يوسف، أعرف الكثير من الأشياء عن السلطان. ماذا سنفعل؟ سنموت يا أخي، سنموت. يوسف، هيا اقتل، اقتله وإلا سأقضي عليكم معا. هيا اضغط على الزناد. أيها الغدار. أخي، لن يدعونا نعيش، لن نسلم أنفسنا لهم. لم يبق لدينا حل آخر. ارفع سلاحك، ارفع، ارفع سلاحك. هيا يا يوسف، اضغط على الزناد. أخي، نحن سنستشهد. إن أمسكوا بي الآن ستحترق الدولة، ستحترق الأمة. هيا، عند قول ثلاثة سنطير إلى ديار الآخرة. انظر، كلانا لدينا رصاصة واحدة، عدم إصابة الهدف ممنوع. هيا. واحد، اثنان. لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. حسنا يا أخي، سأمشي كل الطريق وحدي. عمر، عمر، لا تفعل، لا تفعل يا أخي، لنتفق، سيقتلوك، لا تخرج. أنا لا أتفق مع الجبان. عمر، اترك يدي. لا تفعل. اترك. يا عربجي، يا عربجي، لما جلبتني إلى هنا؟ ما الذي نفعله هنا؟ أسألك يا عربجي، هل أنت أصم ألا تسمع؟ بالتأكيد لست أصما يا باشا، لقد أتينا لنودعك. هل كنا سنرسلك بهدوء هكذا؟ انزل إلى الأسفل أيها الجنود. تحسين باشا، تحسين باشا، تحسين باشا. نهاية الطريق لثلاثتكم إلى هنا فحسب. تحسين باشا، تحسين باشا، تحسين باشا. ماذا تفعل يا تحسين باشا؟ سلطاني، أمرت بعدم الدخول إلى الداخل، لكن حتى وإن كان سيذهب رأسي، علي أن أعلمك بهذا الخبر. تعال. من الحدود اليونانية. عثمان باشا، اقرأ. أتى إلى مقرنا العام خبر من مخفر الحدود اليونانية. بينما حزنا على خبر الجنود الذين خانوا دولتنا، وصلنا خبر آخر هذه الليلة. في هذه الأوقات يدير الأخ ظهره لأخيه. كم هي أوقات صعبة سلطاني. للأسف، وحدة عسكرية من القرى اليونانية قد هاجمت مخفرنا. الشعب الذي نسوق منه جنودنا صباحا أطلق الرصاص على جنودنا مساء. أعلمك هذا ببالغ الأسى.
رفع اليونان العلم في المخفر. قتل الشعب المسلم في القرية دون تفريق بين الأطفال، واغتصبت النساء. سلطاني، المدد لديك. إن كنا سنموت فلنموت مثل الرجال، ولكن لا تعرضنا لظلم اليونان. التوقيع النقيب جلال الدين. هذا العلم علم الذين يحاربون في سبيل الله. هذا العلم العلم الذي رفرف عندما ضرب جدي الغازي عثمان بزنطة بسيفه. هذا العلم هو العلم الذي نصب في قلب الأسوار في فتح اسطنبول. هذا العلم الذي رآه العدو في مقدمة فيينا وخاف وأصبح كابوسا لكل ظالم. هذا العلم هو العلم الذي رأى النصر. لن يتخلى الله عنا، نحن نوينا الغزو والله بشرنا بالنصر. لقد أقسمنا على الغزو حتى الممات، فليعلم الكون أننا أقسمنا على النصر. أقسمنا على النصر.